برحب بحضراتكم مرة تانية. وخلاص وقت قليل جدا بيفصلنا على مباراة القمة نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك. كلنا ثقة في جهازنا الفني، كلنا ثقة في اللعيبة، عندنا لعيبة عندها من القوة والتركيز والمهارة إن احنا بإذن الله تكون البطولة من نصيبنا. عندنا مدرب بنثق فيه جدا إن هو ما بيفوتش التفاصيل الصغيرة في أي مباراة مهمة زي دي وأي مباراة في العموم. والحقيقة احنا كلنا ثقة في الجهاز الفني واللعيبة، وبنتمنى بإذن الله كل اللي مطلوب مننا كجماهير، كل المطلوب من الجماهير الفترة دي الدعم أولا للفريق، طبعا فريق النادي الأهلي، وإن شاء الله نكون بنفرح قريب. كلام كتير على مباراة الأهلي والزمالك وعلى شكل الأهلي الفترة دي وطبعا الفترة اللي جاية بعد إبرام صفقات يعني كبيرة جدا للنادي الأهلي. بنتمنى إن شاء الله تكون فتحة خير وإن شاء الله نشوف الفريق كمان بشكل أفضل وأفضل ودايما في إنجازات. معايا كابتن سيد حمدي، اتكلم معاه عن حاجات كتير قوي بخصوص النادي الأهلي. برحب بيك يا كابتن. أهلا بيك يا صالح. أهلا بيك. منورنا طبعا، وخليني أبارك لك في البداية طبعا على التعاقد مع فريق طامية الفيوم. الله يبارك فيك، بشكرك طبعا وسعيد ان انا موجود معاكي، ويا رب ان شاء الله تبقى حلقة يعني تبقى بشرة خير ان شاء الله باذن الله. يا رب يا كابتن ان شاء الله. بإذن الله. ده اول مشوارك في التدريب يا كابتن؟ كمدير فني نادي طامية الفيوم. طبعا الناس اللي ما تعرفش ان نادي طامية بيمثل الفيوم في الدرجة الثالثة، وطبعا كان في الممتاز السنة اللي فاتت والسنة دي في الدرجة الثالثة. فهم كلموني طبعا العقيد محمد عمر طبعا الرئيس الشرفي لنادي طامية، استاذ محسن جميل رئيس النادي، استاذ حماد عمار اللي هو المشرف العام على الكورة، كابتن عبد طبعا مدير الكورة معايا في الجهاز. كلموني ان احنا عايزين تبقى موجود معانا السنه دي، وقعدنا واتفقنا على كل حاجه، وشفت ايه هم ايه الهدف من التعاقد. يعني ايه الهدف يا كابتن؟ يعني لازم تبقى عارفه ايه الهدف اللي احنا متفقين عليه. يعني احنا انا لما كلموني قال هدفكم ايه؟ هدفكم إيه الامور تبقى زي كل سنه ولا في هدف؟ فبناء على كده قعدت واتفقت، والناس بصراحه يعني مجلس اداره يعني داعمين بشكل كبير جدا في ثقه، اداني كل الصلاحيات ان انا اجيب جهاز فني بيمثله في كابتن احمد هاب مدرب مساعد، معايا محمد جمال مدرب برضه مساعد، معايا الدكتور كريم دكتور في الفريق، كابتن محمود خطاب مدرب الحراس، كابتن طه طبعا الاداري. يعني قدرت ان انا اجيب جهاز فني كله من الفيوم برضه، جهاز فني محترم عنده نفس أكيد. الهدف اكيد. وتعاقدنا مع بعض الصفقات اللي هي من الفيوم اللي لها باع في الدرجه، لعيبه كلها محترمه تقدر تساعدنا ان شاء الله باذن الله الهدف اللي احنا عايزين. واحنا بنتمنى لكم التوفيق يعني. طبعا يا كابتن، وان شاء الله السنه الجايه تصعد درجه ثانيه وتحقق ان شاء الله. طبعا اتمنى يا رب تبقى بدايه بالنسبه لي خطوه يا رب باذن الله كبيره في التدريب. وطبعا انا مش غريب عن الفيوم، انا من ابني من الفيوم اكيد، ونادي طامية يعني يستحق ان شاء الله باذن الله يبقى في مكانه احسن من باذن الله. بتمنى لك طبعا كل التوفيق يا كابتن خليك. وخليني ابدا بقى معاك من صفقات النادي الاهلي الجديده، وهنقولهم لاعب لاعب، بس نبدا من بيكم. يمكن امبارح كنا بنعلن رسميا بيكم ولا بيكم؟ ما هو بيكم يا كابتن، بس الناس عماله تقول لي بيكم، عماله اقول لك الناس بتقول لي بيكم، انا مش خليها يعني بيكم يعني خلاص مضى 5 سنين للنادي الاهلي وطبعا يعني صفقه كبيره. هو بيكم ابن من ابناء النادي الاهلي او بيكم عشان الناس ما تزعلش؟ بالظبط بالظبط، كل الصفقات اللي تعاقد مع النادي الاهلي صفقات محترمه. بيتمثل طبعا في بيكهام، كان من ابناء النادي الاهلي، قدر الاهلي يعيره فتره، رجع نضج بشكل كبير، يستحق ان هو يرجع للنادي الاهلي. بدر بنور طبعا مدافع يمتلك طول كويس، عنده رؤيه في بناء الهجمه، قائد زي ما بيقولوا. فدي صفقه طبعا في الدفاع هتبقى الاثنين هيمثلوا قوه ضربه كبيره في النادي الاهلي. عندنا طاهر طبعا لاعب منتخب ولاعب نادي المقاولين، طبعا قدر يحقق مستوى كويس جدا مع نادي المقاولين، ويستحق طبعا ان هو يرتدي فنية النادي الاهلي. لما بنجيب سيره كذا لاعب كابتن بنقول عليه جوكر، يعني لما بنتكلم مثلا عن بيكم عن طاهر، قد ايه مهم فكره
ان يكون في لاعب بيقدر يلعب في اكتر من مركز بتفيد قد ايه الفريق، خصوصا لما يبقى في وقت يعني لا قدر الله بيبقى في وقت اكيد بيبقى في اصابات كتير، وده احنا عشناه في النادي الاهلي. اكيد طبعا الصفقه اللي هي بتعمل صفقه مبهره يعني اللي هو اللاعب اللي هو بيلعب في كذا مكان، ودي بتمثل للنادي او للجهاز الفني بشكل كبير اريحيه لان هو بيقدر يوظفه في كل مكان. مثلا لو هنتكلم على طاهره عنده الامكانيه بيلعب في ناحيه الهاف، ممكن يلعب في المركز ده مركزه الاساسي، يقدر يلعب تحت الفراوده، يقدر يحرز اهداف. فبالنسبه للجهاز الفني لما يكون عنده لاعب زي بالظبط لما يكون عنده لعيب جهاز الفني لما يكون عنده لعيب زي كده بيبقى سعيد بان هو يقدر يوظفه في كذا مكان، فتعتبر بتبقى زي ما بيقولوا كده صفقه زوكر بتلعب في كل الاماكن. يعني شايف انه بعد الصفقات دي فريق الاهلي الفتره اللي جايه، واحنا كنا هنتكلم طبعا على قرعه الدوري طبعا اللي طلعت وخلاص الموسم الجديد قرب يبدا يعتبر، يعني شايف ان الفتره اللي جايه فريق الاهلي كده متكامل في كافه المراكز في الملعب؟ احنا جبنا طبعا في الناحيه الدفاعيه اعتقد بشكل كبير بجانب اللعيبه اللي موجوده ياسر ورامي وايمن، ويعني اعتبر الناحيه الدفاعيه بشكل كبير كويسه جدا. المعارين اللي راجعين للنادي الاهلي اعتقد طبعا صفقات مهمه، هم كانوا طبعا اولاد النادي الاهلي لكن رجوعهم برضو بيشكل ضربه كبيره، يعني ضربه مهمه وقويه للنادي الاهلي. اعتقد ان النادي الاهلي اعتقد في الناحيه الهجوميه ممكن يكون في مشكله شويه، يعني في ناقص في المركز ده، يعني اعتقد الاهلي لازم يجيب صفقه. طيب صفقه كبيره يعني تمثل قوه ضربه للنادي الاهلي في الهجوم. يعني كنا بنتكلم قبل الحلقه كنا بنشوف جدول مشوار الاهلي في الدوري في الموسم الجديد، وكنت بسالك على انه شايف ازاي شكل المنافسه في الموسم الجديد، وخصوصا ان كتير من الفرق ابرمت صفقات كويسه، يعني هتبقى ازاي شكل المنافسه في الدوري؟ والله بص، هو الدوري طبعا صعب جدا، يبقى ناس يعني بيقول الاهلي بيحقق الدوري، لا الاهلي بيحقق الدوري بصعوبه لانه في فرق كبيره جدا، شركات موجوده بالامور الماديه بيقدر يجيب صفقات قويه جدا، فالدوري بيبقى صعب جدا. اكيد الدوري هيبقى صعب على النادي الاهلي، كل الفرق بتحاول بقدر الامكان تجيب لها هدف في المنافسه. انت السنه اللي فاتت شفنا المقاولين معاه مجموعه لعيبه محترمه جدا قدر ان هو يبقى في مركز كبير. بيراميدز طبعا موجود على الساحه، الزمالك بيجيب صفقات برضو، منافس قوي طبعا للنادي الاهلي. الاهلي هي اول ماتش اعتقد المقصه عنده باع لعيبته، لكن بيمثلوا جهاز فني محترم واداره محترمه بتقدر تجيب برضو صفقات. لا كل الفرق اللي طلع كمان سيراميكا كليوباترا قدر ان هو يجيب صفقات من المقصه، فاعتقد ان كل الفرق اللي حتى المحله يمكن ما دعمش بشكل كبير لكن نادي جماهيري، فلا اعتقد المنافسه هتبقى صعبه جدا السنه الجايه برضه. طيب لو هروح للاهلي الموسم ده، قصدي يعني الموسم الجديد الموسم الجديد، لو هروح لمباراه الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا، وطبعا احنا فخورين اكيد انه ناديين مصريين يوصلوا لنهائي افريقيا ودي اول مره تحصل، نشوف كمان الاهلي والزمالك في النهائي ده، شايف المباراه دي فنيا ازاي؟ هتبقى مباراه صعبه جدا، يعني النادي الاهلي طبعا والنادي الزمالك طبعا، الواحد مبسوط جدا ان فرقتين موجودين في النهائي من مصر، ودي اول ما تحصل زي ما انت بتقولي. اكيد المباراه هتبقى صعبه، النادي الاهلي عنده قوه ضربه في الخط الهجومي، الزمالك برضو عنده في الحته الهجوم برضو بيمتلك لعيبه برضو محترفين ولاعيبه محليه عنده قوه ضربه برضو. اعتقد الماتش هيبقى صعب جدا، لكن الاهدى الهدف المباراه هو اللي ممكن يحسم المباراه باذن الله. واتمنى طبعا النادي الاهلي مملكهم الخبرات ولاعيبه لعبت في النهائيات، اعتقد ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره النادي الاهلي هيحسم البطوله باذن الله. شايف التشكيل الامثل للنادي الاهلي ايه في المباراه دي من وجهه نظرك؟ طبعا يعني ممكن نقول الشناوي طبعا في حراسه المرمى اكيد، علي معلول، وايمن، ممكن ياسر او رام ربيعه نشوف حالته عامله ازاي، ممكن برضو يبقى موجود يعني في الخط الهجوم.
في محمد هاني، نص الملعب ممكن السولية وديانج، قدامه قفشة، ممكن يلعب بهافين، ممكن أجاي والشحات، ومروان في الهجوم. يعني أعتقد دي بنسبة كبيرة كده، يعني لو كلمت أي حد هيقول لك بنسبة كبيرة ده تشكيل. ممكن سامعني برضو يفاجئنا بلعيبه طبعا في التشكيل، لكن اعتقد بنسبه كبيره التشكيل ده اللي هيبقى موجود. يعني ازاي تحضير يا كابتن لمباريات افريقيا بيبقى مختلف جدا عن اي مباراه ثانيه، خصوصا احنا بنتكلم على نهائي افريقيا وقدام فريق مصري برضو ثاني. افريقيا طبعا وقصاد الزمالك، يعني كل المباريات اللي عدت دي بنقول يعني باللغه الدارجه كوم، والمباراه اللي جايه دي كوم ثاني، لانك بتلعب فريق منافس عنده اعلام قوي برضو، قدر يجيب صفقات كبيره الزمالك غير السنوات اللي فاتت. لا السنه دي قدر انه يحقق بطولات ومنافس قوي طبعا، ووصل للنهائي. فاعتقد الماتش هيبقى صعب جدا. الاهلي زي ما قلت لك برضو يمتلك بلعيبه يعني عندها خبرات. الاهلي لو ان شاء الله باذن الله يبدا بدايه قويه، اعتقد ان هو هتفرق معاه. في سيناريو للمباراه بالنسبه لك؟ هو يعني المباراه هتطول شويه، يعني انا حاسس ان المباراه مش هتتحسم بشكل كبير في البدايات، لكن زي ما قلت لك الفريق الاهدى ممكن يحسم المباراه في الاول، لكن بشكل عام الفرقتين يمتلكوا لعيبه تقدر تحسم المباراه، وفي نفس الوقت يعني الماتش لسه هيطول شويه، يعني مش هيتحسم بسهوله كده. لكن اتمنى يا رب ان شاء الله الماتش يطلع بشكل يليق بالكره المصريه، والاحسن اكيد هو اللي هيكسب في المباراه. ده مهم جدا يا كابتن، يعني فكره انه الماتش يطلع بشكل يشرف اسم مصر والكره المصريه اللي اثبتت قوتها طبعا، يعني من كتير احنا مش مستنيين دلوقتي ان احنا نثبت قوتنا، ولكن وجود فرقتين هم الاكبر دلوقتي في افريقيا، بما ان احنا وصلنا الاهلي والزمالك نهائي افريقيا، فطبعا يفرق معانا انه الشكل يطلع حضاري جدا ويليق باسم مصر. وكنا بنتكلم على مبادره دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه انه لا للتعصب مصر اولا. شايف ازاي المبادره دي؟ شايف ازاي قد ايه مهم جدا نكون الفتره دي كل دورنا ان احنا بنتكلم على انه ما يكونش في اي مشاحنات بين الجماهير، وانه التركيز كله في ال 90 دقيقه للملعب، وانه الفريق الافضل هو اللي هيفوز باذن الله بالبطوله، وان شاء الله يكون النادي الاهلي. هو طبعا دور الاعلام له دور اساسي في الموضوع ده، لان الناس كلها طبعا بتتابع الاعلام، بتتابع القنوات اللي مثلا جمهور الاهلي بيتابع القنوات الخاصه بيه، جمهور الزمالك بيتابع القنوات الخاصه بيه. اعتقد ان الاعلام له دور كبير جدا في ان هو يهدي الاجواء، لانها هتفرق معانا زي ما قلت لك ان الاهلي طبعا والزمالك بيمثلوا مصر، فعايزين نخرج بالمباراه بشكل محترم، وده هيبقى برده له دور برده كبير على اللعيبه، يعني يسيبهم من اي مشاحنات، يركزوا في المباراه حيث قدر الامكان، يبقى يعني الناحيه الفنيه كل لعيب يبقى باصص في الناحيه الفنيه بس، الهدف اللي هو بيلعب ليه المباراه ان هو عايز يكسب فرقته وعايز يفرح جمهوره. اعتقد ان الامور دي هتبقى لو تمت بشكل كويس، اعتقد المباراه هتطلع بدون اي مشاكل يعني. لكن المشاكل اللي على الاعلام مثلا فيسبوك او حاجه كده مش هتقدر تمنع انك تكتبي انك عايزه تكسبي او احنا يعني بتبقى موجوده، بالذات بين الجمهورين، يعني الجمهور الاهلي والجمهور نادي الزمالك ما بتقدرش تمسك الموضوع ده، لان ترى طبعا الاعلام لما وسائل الاعلام كترت فالموضوع زاد شويه. اتمنى يا رب ان شاء الله الامور تعدي على خير يعني. يا رب ان شاء الله. وهنتكلم اكتر على موسيماني وعلى النادي الاهلي يا كابتن، ولكن نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. برحب بحضراتكم مرة تانية. النهاردة يمكن كان اليوم الثاني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي، هنشوف يعني يمكن على الشاشة لقطات كده من أجواء اليوم الثاني في النادي الأهلي. يا كابتن كنت بقول لك كمان على قبل الفاصل على فكرة الفوز ببطولة أفريقيا قد إيه مختلف، قلت لي أنا لحد دلوقتي الناس فاكرة لي 2012 طبعاً وفرحة تانية. أكيد طبعاً بطولة كانت لما أنا
كان لي نصيب في ان انا العب فيها واحققها يعني بطوله لحد دلوقتي انا الناس بتكلمني عليها. بطوله كانت غاليه. معانا معلش يا كابتن طبعا على الهواء استاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره طبعا بيشارك في الجمعيه زي ما احنا شايفين على الشاشه. طبعا يعني فكره الاجراءات الاحترازيه وشايفين يعني على الشاشه تفرق جدا وحاجه محترمه جدا الناس كلها ملتزمه يعني فكره ان احنا نحافظ على الاجراءات الاحترازيه في الوقت دي. يمكن كمان يا كابتن كنت بتكلم في بدايه الحلقه على انه الناس كلها نفسها يكون في حضور جماهير في المباراه لكن برضو اكيد يا ريت ولكن برضو لو كان فعلا زي ما اعلن دكتور اشرف صبحي انه صعب لحد دلوقتي ده اللي متقال انه مش هيبقى في جماهير بسبب تداعيات فيروس كورونا فسلامه الافراد اولا سلامه الجماهير اولا يا كابتن على قد ما مهم جدا طبعا يكون في حضور جماهير. طبعا هو الجمهور طبعا هيمثل للنهائي شكل تاني هيمثل طبعا للعيبه كمان وضع تاني خالص. اللعيب لما بيلعب بالجمهور غير لما بيلعب بدون جمهور. اكيد الجمهور طبعا بيبقى حاجه مهمه قوي للماتشات. اتمنى يبقى في حتى عدد معين ويحصل برضو التباعد الاجتماعي اللي بيتبع بيعمل للنهائي برضو او لاي مباراه شكل تاني. ما بالك نهائي بين اهلي وزمالك في افريقيا اكيد بتضيف روح للمباراه بالظبط يعني وهيبان شكل. اعتقد لو تعامل بشكل احترافي وعدد الجمهور اللي هيدخل المباراه اعتقد هيعمل نقله كبيره جدا في المباراه. يعني نرجع لفرحه 2012 طبعا ما انا بقول لحضرتك بصي ده بطوله خاصه لجمهور النادي الاهلي والاهلي بشكل عام. البطوله دي غاليه جدا على الجمهور. كان ليا نصيب ان انا العبها ولحد دلوقتي زي ما بقول لك الناس فاكره لي الجون اللي انا جبته والجون اللي انا عملته والبطوله اللي احنا حققناها في الظروف الصعبه اللي في 2012. لا كانت في فرحه مختلفه لدرجه الناس احنا وجنينا الثمار بتاعها لما رجعنا الناس شالتنا فوق كتافها. فقد ايه البطوله دي مهمه للجمهور. اتمنى يا رب ان شاء الله باذن الله الاهلي يحققها برده واللعيب اللعيب رساله يعني للعيبه بقول له البطوله الافريقيه الجمهور لا مش هيقبل اي حاجه غير ان انتوا تحققوها. يعني هتكتب اسمك من ضمن اللعيبه اللي جابت بطوله افريقيه للنادي الاهلي ففرصه يعني مع احترامي طبعا لنادي الزمالك النادي المنافس يعني لكن انا بتكلم على لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي جمهوره مش هيقبل حاجه غير ان انت تحقق البطوله. يعني فاكر كواليس المباراه النهائيه وقتها يا كابتن يعني ايه اللي الجمهور ما شافوش يعني ممكن تقول لنا ايه احنا وقتها ما شفناهوش في الكواليس كان بيحصل وانتوا بتحضروا خلاص وداخلين الملعب كانت ازاي الاجواء؟ الجمهور كان عارف بس ان احنا بنمر بظروف صعبه لكن ما شافش الاحداث. انا يمكن بدايتي مع النادي الاهلي كانت في افريقيا يعني في دور الثمانيه. لعبنا في ملاعب صعبه جدا كنا بنروح يعني بيوت مش فنادق يعني كنا رحت مره في الكونغو كان بيت ما كانش فندق. قد ايه الاجواء كانت صعبه جدا في درجه الحراره كان في برضو ضغط بشكل كبير جدا ان احنا كنا عايزين نحقق البطوله برضو للشهداء شهداء النادي الاهلي. الامور الماديه كانت مش زي في الوقت الحالي كانت الامور الماديه برضو صعبه لكن لغينا كل الامور دي وفكرنا في الحافز ان احنا نفرح الجمهور ونهدي البطوله للشهداء. الكواليس زي ما بقول لك كانت صعبه جدا يعني على مدار فتره البطوله احنا كناش بنلعب بطولات محليه احنا احنا كنا بنتمرن وبنلعب ماتش نتمرن ونسافر نتمرن ونلعب ماتش مثلا هنا في القاهره. عشان كده البطوله دي غاليه. كان في كلام ان النادي الاهلي مش هيحقق البطوله عشان الظروف الصعبه اللي بيمر بيها لكن قدرنا ان احنا نحققها ونحقق كمان ان احنا بنلعب فريق زي الترجي في رادس ونجيب البطوله دي كانت حاجه كبيره جدا. عملنا مباراه نهائيه اداء نتيجه واداء مكان يعني اعتقد النادي الاهلي بقى له فتره كبيره ما عملش المباراه النهائيه دي ولا الاداء ده. فدي الكواليس اللي موجوده يعني التحضير لبطوله او للمباراه النهائيه بيبقى ازاي مختلف ليكوا كلعيبه؟ يعني انت فاكر ايه من التحضير والمعسكر وخلاص بقى اجواء المباراه النهائيه؟ هو كل الكلام كان طبعا ان احنا نهدي المباراه
او نهدي البطوله للجمهور والشهداء. يعني كل بصراحه كل اللعيبه يعني ما بقولش كده وانا يعني عشان على التلفزيون، لا فعلا اللعيبه كلها ما كانت شغله بالها خالص غير ان احنا نحقق البطوله عشان نسعد الجمهور ونهديها للشهداء. كان وقتها الكابتن حسام هو اللي مسكنا قد ايه برضه كان بيحفزنا في النقطه دي، مجلس اداره برضه كان بيحفزنا في النقطه دي، ما سالناش على فلوس، ما سالناش على مكافئات، ما تركيزنا كله في ان احنا نوصل النهائي ازاي ونجيب البطوله. فاكر استقبال الجمهور ليكو؟ ده لا انا عايز اقول لحضرتك بقى ان احنا واحنا في المباراه قد ايه كنا احنا في لعيبه مثلا، يعني انا اول مره مثلا كنت العب نهائي كان في لعيبه الجمهور كان مستغرب والاعلام ازاي مجموعه اللعيبه اللي كانت موجوده بره دي زي مثلا متعب بركات وابو تريكه وسيد معوض ازاي اللعيبه دي موجوده بره وقدرت برده بمجموعه لسه اول مره تلعب نهائيات وتحقق البطوله. لا كنا جيل يعني جيل قد ايه مركز قوي وعنده يعني زي عنده مسؤوليه عنده مسؤوليه في ان هو يحقق البطوله وده اللي خلينا كسبنا البطوله كل الظروف اللي فاتت دي. يا رب يا كابتن نحقق الفرحه دي من تاني ان شاء أكيد الله أكيد طبعاً ونعيش طبعاً. الفرحه دي من يا رب جديد يا رب. وبشكر حضرتك انك كنت معايا النهارده طبعا. بشكرك طبعا يا ساره ويا رب ان شاء الله زي ما قلت لك قبل الحلقه ان احنا نيجي الجمعه ان شاء الله الجايه ونحتفل بالبطوله، بطوله غاليه جدا. اتمنى طبعا من كل اللعيبه باذن الله تبقى في حالتها طبعا بتمنى الشفاء طبعا لوليد سليمان طبعا يعني صديق العمر طبعا ان شاء الله يعني كلمته بخير يعني ان شاء الله يبقى قوه ضربه برده في المباراه. بشكرك وبشكر كابتن النادي الاهلي هي اتاحت لي الفرصه ان انا ابقى موجود معاكي واتمنى يا رب ان شاء الله يعني الرساله الاخيره برده لجمهور الفيوم، اتمنى كل الداعمين يبقى موجودين معانا لنادي طميه، نادي طميه بيمثل الفيوم، اتمنى من كل الداعمين يقفوا جنب النادي نحقق الهدف اللي احنا جايين له ان شاء الله. واحنا نتمنى لك طبعا كل التوفيق يا كابتن وبشكرك على وجودك معانا نورت بيتك وبشكر حضراتكم كمان على المتابعه. بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.